اكد الرئيس العراقي برهم صالح ان اجراء انتخابات حره ونزيهه مطلب افرزته ساحات الحراك الشعبي في مختلف انحاء العراق ودعا صالح لمراجعه مجمل العمليه السياسيه والتاسيس لعقد سياسي جديد وطالب الرئيس العراقي بعدم السماح لجعل بلاده ساحه لتصفيه الحسابات الاقليميه مؤكدا انه لا امن ولا استقرار في المنطقه بلا امن واستقرار وسياده العراق